السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. اليوم هو 4 سبتمبر 2023، اليوم الثلاثاء، الاثنين، اليوم الاثنين، الساعة الآن 5:35 صباحا. إن شاء الله اليوم عندنا رحلة إلى الكويت، إلى منطقة مشرف بالكويت. والله يسر أمورنا ويشرح صدورنا. الجو رطوبة، والرطوبة عالية باينة في الجو، طريق الملك خالد بالخبر. الرطوبة عالية مثل ما تلاحظون، تقول المباني وكأنه ضباب عليها. هذه من شدة الرطوبة. اليوم صباح الرطوبة عالية، مدينة الخبر يعني مشهورة بالرطوبة، والناس طالعين للدوامات، زحمة من الصباح بالدوامات، زحمة الدوامات على الصباح. توكلنا عليك يا الله. وهذا طريق الملك خالد يلتقي مع طريق الملك عبد الله في هذه النقطة. دوام الصباح شعور جميل. تجد العالم كلها في هذا الوقت، السيارات مسرعة، مع أن الوقت ما زال الساعة 5:30 صباحا، لكن أغلب الناس يعني عامل توقيت في الدوام، يكونوا أحيانا مسافات رايحين الجبيل يحتاج إلى ساعة، ساعة ونص إلى ما يوصل إلى الدوام. فأعتقد كذا يعني الأغلبية تبتدي الزحمة هذه من هذا الوقت لين تقريبا الساعة 8 صباحا. كل يوم على الحالة هذه، ومن الساعة 3 العصر لين بعد المغرب، قبل العشاء أو مع العشاء خلاص تبتدي تخف الزحمة. والله المستعان. هذا طريق الملك عبد الله، توكلنا عليك يا الله. وهذا قدامنا كريتا من هونداي. كريتا هذه صناعة هندي، وعطتها شركة هونداي شعار هونداي. الأجواء رطبة، مثل ما هذه منطقة الدوحة في الظهران هنا، ومثل ما تلاحظون كيف الضباب أو الرطوبة على المباني. الحمد لله والشكر لله. وهذه الرطوبة في الدمام، هذه الرطوبة في الدمام، طريق الظهران الجبيل. شوفوا المباني كيف ضباب عليها، مضببة من الرطوبة. تجيب لك الزكام وتجيب لك النشرة، لأن إذا دخلت في الرطوبة وبعدين دخلت في المكيف يسبب لك مرض. ما شاء الله تبارك الله، الشارع مزفلت جديد. من زمان أنا ما جيت، والله صار لي أكثر يمكن من أسبوعين، من 15 أغسطس، واليوم 4 سبتمبر، يعني حوالي 20 يوم عن الكويت. والحمد لله كنت أروح في الأسبوع مرتين. إي والله
أرزاق يسوقها الله سبحانه وتعالى، الحمد لله على كل حال. واليوم مصالح مضبطت لي الفطور، مسويها لي سندويش كأني طالب مدرسة، مسويها لي سندويش فول، الله يعطيها العافية ما قصرت. أي نعم، أحد يقول وين الفطور اليوم يا أبو صالح؟ الفطور معي جاهز، بنفطر فيه والحمد لله. أي نعم، وهذا طريق رأس الخير، جبيل رأس الخير، هذا المكان الجميل في الطريق. الله يرزقنا إن شاء الله سنة مطر ونشوف المكان هذا أخضر، والله كريم. ما شاء الله تبارك الله، منظر الشارع مكشوف جميل، يصير الشارع الطرق اللي تصير كذا فيها صعود ونزول وارتفاعات تصير حلوة للنظر، تشد البصر براحته. الكويت 255 كيلو، طلعنا من طريق راس الخير الى طريق ابو حدرية الكويت. وهذه الكويت وصل على النبي، هذه الكويت وصل على النبي، ودخلت الكويت والحمد لله، وهذه الكويت وصل على النبي، هذه الكويت وصل على النبي. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. انا بغيت اروح ابي بنزين بس قلت خلينا اروح سيدة المحطة اللي داخل البلد وابي بنزين. ما يقولون بالكويت داخل البلد، الكويت يقولون داخل الديرة، داخل البلد عندنا احنا بالسعودية يقولون داخل البلد، بالذات اهل مكة وجدة والمناطق الغربية. اي نعم، وهذه الكويت وصل على النبي، وهذه باصات، ايش الباصات، تويوتا ولا هندية؟ يمكن هندية الباصات هذه. وهذه شاحنات، برادات. وهذا طريق الملك فهد، طريق الملك فهد يوديك إلى قلب الكويت. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذه المحطة اللي دائما أمر عليها وأنا جاي الكويت، أخذ إذا بغيت أشحن تليفوني الكويتي أخذ شحن من هنا، أو بغيت أخذ ماي بارد أو سلطة المعرس، تذكرون سلطة المعرس هذه ترولي، محطة ترولي فيها طبعا محطة وقود ومطعم ماك، محطة وقود ألفا، وهذه سيارة ماك، سيارة الكافي اللي تجيب الكافي، ماك كافي، ومغسلة سيارات، خلنا نغسل السيارة، سيارتي وسخة خلنا نغسلها، الله فرصة، قائمة الأسعار 2 دينار، 3 دينار، 4 دينار، 6 دينار. يلا وفه غسل السيارة، يعني فجأة كده أنا يعني
من عندنا صار مشكلة في السعودية. يعني أول كان في غسالين واجد، الواحد يحط غسال كل يوم يغسل سيارته الصباح، بس الحين صار ممنوع، فصار ما في غسالين. أي نعم، والقزاز وسخ وغبار وكذا. فشفت هذه قلت خليني أدخل أغسل السيارة، عندي وقت على مشواري، ما جهز الطلب اللي أنا جاي عشانه، ما جهز. فقلت أنا أغسل السيارة، الله كريم. أبشر عساكم خذيتوها، أبشر. والله اللون حلو. اي نعم، لون حلو. كيف الوضع الان؟ الجو حار. اي، وكيف كبرها؟ تنظيف داخلي 2 دينار، غسيل خارجي 3 دينار، يعني 5 دينار. نشوف الحين، نشوف ايش الطريقة حقتهم. والجو حار والله. عليكم السلام. اوتسايد انسايد؟ كله كامل. ايه كله كامل، 6 دينار كله، داخل برا غير، كل شيء غير. ايش؟ 6 دينار. 6 دينار. ايوه. تو ماتش؟ ليش تو ماتش؟ كامل 6. 6 دينار. اها، طيب اوكي. اوكي، هنا مكتوب 5 دينار. 5 دينار في هذا، بس داخل برا تاير ولا ما في داخل اكثر، بس ما في. ايه هذا كم؟ تلميع كفر يعني. أيوة. 1 دينار. ايه اكثر بس تاير. يلا سوي 6 دينار. يلا خلاص. سعرهم غالي، انا فكرت ارخص من عندنا. عندنا ب40 ريال، 45، والبسم 60، مثل 65. طارت الدنيا. والله جم 19 كبير، جم 19 عريض. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. يلا على البركة، بشر عساه. خلاص خلصتوا؟ ما نهونت خلاص، ماني مغسل. جو حار. محطة البنزين زحمة. عندهم بنزين 91 و95 و98. احنا عندنا 91 و95. عندهم 4 انواع، في بعض المحطات فيها 4 انواع. النوع الغالي اغلى شيء حق السيارات السريعة،
يعني اللي تحرق وقود، تحتاج إلى حرق وقود بسرعة. أبي فول واحد سين. عليكم السلام. أيوة. وهذا السوبر ماركت. نعبي بنزين نروح السوبر ماركت. هذه إيش إيش الكلام هذا؟ ترولي. روت السلام عليكم. 5 دينار استيسي. شنو رز هذا؟ في ابل وفي انت هذا كيبل وننزل وهذا تريد الملك فهد، متوجه إلى مول الأفنيوز. مول الأفنيوز من المولات أو المجمعات الشهيرة بالكويت والفخمة. في مول الأفنيوز في البحرين، بس البحرين صغير بالنسبة اللي في الكويت، وتبع الشركة هذه اللي في الكويت اللي في البحرين فاتحينها، لكن اللي في البحرين يعتبر فرع صغير. يعني اللي يعرف الأفنيوز اللي في البحرين اللي فاتح جديد على خليج البحرين مقابل فندق الفور سيزنز من الجهة الأخرى من خليج البحرين. الكويت هنا مول كبير ومول يعني في أشياء كثيرة، ويعني ما تستطيع أن تلف المول كله أعتقد في يوم من حجمه وضخامته، وفي مطاعم ويكون فيه احتفالات وطنية وأشياء كثيرة. يعني نبي نروح إن شاء الله ونصور مول الأفنيوز. وهذا طريق الشيخ زايد الدائرة الخامس من عند الساعة، برج الساعة، برج الساعة اللي في درجة حرارة. طبعا درجة حرارة موجودة الآن في الجوالات وكذا، بس برج الساعة غير يعني. وهذا برج الساعة شوفونا الآن، الساعة كم الآن بالبرج، أقصد درجة الحرارة. هذه درجة الحرارة 41، 41. احنا يعني شهر سبتمبر، شهر سبتمبر تنزل شوي درجة الحرارة عن شهر أغسطس وشهر يوليو أو يونيو، شهر 7 تموز، شهر تموز. هذا الدائرة الخامس.
هذه جوه الكويت. جرير بعد موجودة هنا، العودة للمدارس، المواقف حق مول الأفنيوس. اكتشف التشكيلة الكاملة على هذه المواقف. مواقف الحجز المسبق، شكلي يعني نشلت، شوف خشمي قام يتسكر. وين الحين؟ انا ما ادل والله في المواقف هذه، وين نروح الحين؟ وين نوقف؟ وين البوابة؟ وين المدخل؟ كنا مخرج من هنا يقول، خلنا نسأل سكورتي هذا. Where the gate mall? Gate for mall. Gate, yeah. Other mini gate. Ah, okay. هي هذه بوابة، يقول منا البوابة. يا ساتر. أوه، في قسالين هنا. فكرين؟ أوكي، how much؟ برا ولا داخل برا؟ برا داخل. 4 دينار. برا؟ 3 دينار. 3 دينار، أوكي. والله قلت أحسن منكم واجد، ب20 ريال، يعني دينار ونص. ما في باركينج، وين باركينج؟ هذا مكان في باركين؟ اوكي. والله قالين 3 دينار، قالين خلاص الدنيا. انا ما ادري والله، انا جالس بالكهف مالي ولا ادري على الدنيا ايش صار فيها. وهذه بوابة المول، وهذا وقفنا نبي ننزل ان شاء الله. هاي بوابة.
شاء الله تبارك. يعني الهواء ما شاء الله. وهذا ما هو للأثميوز. وين جهة المطاعم؟ نبي ندور وين المطاعم الحين. هاي كافيتريات هنا ممكن الجلوس. او من هناك بعد في ذيك الجهة ما شاء الله. مكان كبير ما شاء الله. الجزيرة، هذا العطور الجزيرة. وهنا مكان ساحات المطاعم وجلسات. ديرة ما شاء الله، ديرة كبير ما تدري وين تروح. ما شاء الله تبارك الله. يعني كأنك تمشي في شوارع منطقة باردة، أنك تمشي في شارع ما كأنك تمشي بمول. شيء جميل. ما شاء الله ساحات ضخمة. بعد في سيارات تاكسي داخل ما شاء الله. هذا يودي داخل كله. يفرفر فيك في المكان ما شاء الله. عربية. وهذا كوكيز، مال كوكيز. وهذا تكساس رود هاوس، همبرجر وستيك وأشياء جميلة. وبلبل بعد، صوت بلبل داخل المول. هذا حد الظاهر محلات لندن فاتح هنا. وهذا تكساس رود هاوس. يعني الطريق ما شاء الله تبارك الله. يبيني سيارة مثل هذه أمشي وأصور فيها أركب فيها، بس ما أدري وين يأخذونها. أنا يبيني كافي الحين، أجلس أخذ لي كافي ولا تغدى، أخذ لي غدا وتغدى وبعدين أحرك. شفتوا هذا مول الأفنيوز بالكويت، شيء كبير. نعم هذا مثل ما تشوفون كل مكان أحلى من الثاني.
والمطاعم في كل مكان، والجو لندني مثل ما يقولون، أبد كأنك في فصل الشتاء، كأنك جالس في فصل الشتاء. لا تقول حار ولا صيف ولا رطوبة، ولا الجو مكيف ومعدل. وهذا وسط ألم أثاث ومفروشات. الناس واجد وهذا ستاربكس حسبته مطعم طلع ستاربكس والله حل مشكلة الرجوع عشان ما اضيع البوابة بس اللي دخلت منها. يعني احسن شيء بهالصيف انك تجلس تحت الشمس على الحر وكأنك بالشتاء. والله كريم ما شاء الله شيء جميل. وانا ما اشوف هذا المنيو باستا وهذا الحلو وهذا الفطور نبغى أكل كويتي. هذا اللي قعدت فيه أكله مو كويتي بياله شاي إن شاء الله. السلام عليكم. بس شاي يعني؟ في شاي قهوة حلوية. غدا ما في غدا؟ في كوز دقيق شباتي سات. ايه عيش ما في؟ عيش وين هذا مطعم في عيش؟ والله في ريحة حلوة ريحة بخور ما ادري من وين جاية. ما شاء الله من لبنان. ايوه الله يعطيك العافيه ما شاء الله تبارك الله. عمتي نوره
هذا يوم صالح تتأكد تقول لحالك ولا معاك أحد. شفتوا ما أنا أرسلت لها التقرير أقول لها شوفي ما في أحد. واحد اثنين ثلاثة هذا ما عندي أحد. لازم التقرير. نعم ديروا بالكم. اي نعم وهذا غدانا وصل حمص بلحم وهذه فته بسم الله الرحمن الرحيم فته بالباذنجان العافية علينا بسم هذا خبز محمص و شوفونه وزبادي مع طحينة وصنوبر و يعني حلوة يعني أنا تعجبني هذي. اوكي هذا مطعم زوارة
كثير من محلات العطور هنا كلها حوالين بعض. الموز الطيب. وهذا قدامنا الشارع التجاري. الشارع التجاري قدامنا. مدري هو الشارع العام اللي جينا منه ولا واحد ثاني هذا. وكنا يختلف. ضيعنا السيارة وين الطريق الحين ما ندري. حتى الحمامة داخل المول. شلون دخلت هاي؟ والله في حمام واجد. هذا بابل، مطعم بابل. وهذه كانت جولتي في مول الأفنيوز. نطلع الآن من الأفنيوز، باقي عندي منطقة مشرف وما أدري وين راح تكون الوجهة. والله كريم. وهذه المواقف، مواقف كثيرة وكبيرة ومثل ما قلنا ديرة
هذا اللي احنا نمشي فيه كله طبعا ما جيت انا ولا يمكن عمري جيته بعد. انا رحت دائما اجي في الجزء هذا اللي دخلت فيه او اللي اجي فيه منه ما جيت. اشوف بعد في مواقف فاضية هنا مو زي هذاك. هذه البوابات 18 بوابة، هذه البوابة رقم 3 واللي كنت فيها بوابة رقم 8، اللي يبغى المكان اللي أنا كنت فيه بوابة رقم 8. نعم هذه مواقف أنا في اليوز. والله هذه يعني ديرة صراحة، أنت في مدينة، هنا مدينة كاملة أكيد بعد يمكن في سكن وبيوت وسوق ومواقف سيارات. تدخل في المدينة هذه ما تدري أنت في أي فصل، أنت في فصل الصيف ولا في فصل الشتاء. والخريطة معطينا غلط، الخريطة الظاهر معطياني على الدور اللي الثاني اللي فوق، ولا هنا انتهى الطريق والخريطة تقول لي روح سيدة. الله المستعان، حتى الباركينج ضيعنا فيه، ما احنا عارفين باب الخروج. هذه بوابة إيكيا، وهذه إيكيا، إيكيا الكويت، نفس المواقف، نفس مجمع الفنيوز. لا إله إلا الله، والله دخلت الدنيا صيف طلعت عندي شعور كأني كنت في بلد يعني الجواء شتوية فيه. اي والله حتى السيارة بردت. وهذه قدامنا سالمية، هذه السالمية، سالمية تشوفونها بعيد، الأبراج هذه العماير والفنادق كلها بالسالمية. الحين وقت طلع الدوامات، مشرف، منطقة مشرف. لا تأخذوني يا اخوان، ترى انا اليوم شكلي ماني صاحي، يعني كنا بداية انفلونزا، او شوف من جلست من النوم الصبح اليوم الفجر واحس خشمي حرقني وحلقي، وطول الوقت خشمي ينزف ماي شكله، يعني يمكن المكيف أثر علي ولا شيء. والله المستعان. وهذه منطقة مشرف، وهذه منطقة مشرف. دخلنا منطقة مشرف، وهذا بياع الرقي.
يا بياع الرقي، على كم كيلو الرقي؟ الشارع اللي في جمعية مشرف التعاونية، رطوبة الكويت، هذه ديوانية مشرف، رطوبة الكويت، واسع رطوبة الكويت، الله المستعان. هذه جمعية مشرف، جمعية مشرف التعاونية. ومن منطقة مشرف إن شاء الله إلى منطقة المنقف، الآن أنا في منطقة مشرف قطعة واحدة إلى المنقف، ومن المشرف إلى المنقف توكلنا على الله، ومن المنقف إلى السعودية إن شاء الله بإذن الله تعالى. هذا طريق الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن. المنقف والصباحية والفيحير كلها على الطريق، هذا الطريق كله هذا أبراج. فنطاس والعقيلة
حقه المنقف. المنقف المكان هذا يشابه حولي، دوار حولي يشابه نفس المباني ونفس الزحمة والجاليات. النشلة الحين صارت مضبوطة، هذه منطقة المنقف. كلها عمالة، كلها سواقين، سواقين باصات ولوريات وقلاب رمل اي والله، وايتات ماي باصات، كل السواقين متجمعين هنا. وهذا دوار المنقف، دوار المنقف. اول ما تدخل المنقف يقابلك هذا الدوار اللي دايم عنده زحمه هنا، وهذا الجامع على الدوار، كنا من جوامع جمهوريه مصر العربيه. إلى طريق الملك عبد الرحمن بن عبد العزيز إلى السعودية. توكلنا على الله، بادي الناس تطلع، صار زحمة زحمة على الدوار هنا، هذا الدوار اللي يودي الصباحية ويودي المنقف، وعلى طريق الملك عبد الرحمن بن عبد العزيز، عبد العزيز بن عبد الرحمن. يلا توكلنا على الله، بسم الله الرحمن الرحيم. إلى السعودية، وهنا تنتهي رحلتنا للكويت اليوم 4/9/2023. الساعة الآن 5:05 مساء، والجو حار رطب اليوم. أخوكم عادل اليامي أبو صالح، ولا تواخذون اليوم معاي وعكة صحية. أي نعم، توها بادية تتمكن مني، مبينة في صوتي وفي كلامي. لا تنسونا من الاشتراك ومن اللايك ومن التعليق ومن دعاكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خير، جزا كل واحد دعالي الله يجزاه بالخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.